إذا للحديث عن تفاقم ظاهرة التسول وعمالة الأطفال في العراق انضم إلينا عبر سكايب من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري. أستاذ ضياء مرحبا بكم. ماذا يعني لكم انتشار ظاهرة التسول في بلد غني مثل العراق والذي يتمتع بكل هذه الموارد الاقتصادية؟ ماذا يعني لكم أستاذ ضياء؟ البداية تحياتي للجميع، تحياتي لحضرتكم. تحية لكم. حقيقة هذا ليست بغريب، يعني بدأت التسول من 2003 ولحد هذه الفترة، لأنه أكثر المعامل التي هي تكسب رزق للناس سكرت تقريبا بها، بمئات من المعامل والمصانع سكرت، حتى المصافي سكرت. يعني الوضعية هي مبرمجة من قبل هذه الأحزاب السياسية والمدعومة من إيران، لأنه بالوقت الحاضر اللي كان العراق المنتجات المشتقات النفطية اللي كانت يصدر إلى دول الجوار، بالوقت الحاضر هو يستوردها من الدول الجوار. يعني هذه الوضعية معناتها أكو هنالك عملية مبرمجة حتى في قطاع الزراعة وفي قطاع الصناعة. هذا الموضوع خطير، لأنه أغلب المصانع العراقية سكرت من قبل الحكومة العراقية، وقسم من عندها نهبت من هذه الميليشيات التي دخلت إلى العراق، الميليشيات المسلحة المقصود بها، وهذه الميليشيات هي سيطرت على الاقتصاد في العراق بالوقت الحاضر ونهبت أموال العراق. أعضاء البرلمان حقيقة هم جزء من هذه العملية، سرقة أموال الشعب العراقي إن كانت في المحافظات أو في الدولة المركزية العراقية، رئاسة الوزراء أو حتى البرلمانيين العراقيين مشاركين بهذه العملية، لأنه لحد هذه اللحظة لا تبدأ الحكومة العراقية ببناء مشاريع أو حتى المشاريع القديمة أن تعاد. هو أستاذ ضياء في هذا المفصل لو يعني نقلب ملفات تفشي ظاهرة التسول في مختلف شوارع العراق، أيضا ليس فقط ببغداد ولكن أيضا في بقية المحافظات، إلى أي مدى تتحمل السلطات الحكومية مسؤولية ذلك؟ هي السلطات الحكومية هي المسؤولة الأول والأخير، لأنه يجب عليها أن تجد فرص عمل للعراق. احنا نعرف كانت في زمانات السابقة كانوا 4.5 ملايين أجانب من العرب يعملون في العراق. يعني بالوقت الحاضر هل معقول بالوقت الحاضر هذا البلد الغني الذي هو يعني بلد بترولي يعيش بهذه الوضعية، أطفاله يتسولون ولم يذهبون إلى المدارس، بغض النظر أنه حتى المستشفيات والمراكز الصحية دمرت تماما، لأنه حتى الأطباء يعملون في غير عملهم حتى يكسب العيش لعائلته. هذا تدمير إلى المجتمع العراقي، حينما يتفسخ المجتمع تبدأ بالطفل وتبدأ بالعائلة، وهذه الحكومة بدأت بتدمير المجتمع العراقي من خلال زيادة البطالة وزيادة الفقر بالعراق. لهذا السبب احنا هذه العمالة الأطفال الذي يعملون في أماكن غير صحية، غير ملائمة، غير مؤهلة أن يعمل بها هذا الطفل، معناتها هو تدمير هذه البنية التحتية للعراق. ذولا رأس مال العراق، يعني حقيقة الرأس مال البشر للعراق، وتبدأ الحكومة بتدميره تماما. ولكن هناك سؤال أستاذ ضياء، يعني لماذا تغيب برامج إعادة تأهيل هذه الشريحة الضعيفة من المجتمع، تغيب عن الحكومة وعن أحزاب العملية السياسية؟ ما السبب في ذلك من وجهة نظركم؟ أخي، البرامج الموجودة كثير من الخبراء العراقيين الاقتصاديين والاجتماعيين بدوا برامج وقدموا برامج وأبدوا بالتقارير إلى الحكومة العراقية كيف إنقاذ هذه الشريحة من المجتمع من هذه المحنة. هي محنة موجودة على هذا الشعب. الحكومة العراقية هي الأول والأخير المباشر بتدمير الشعب العراقي. يعني هم لا يفهمون، يعني إذا إحنا نسمع تصاريح
المسؤولين العراقيين كيف يتكلمون عن العراقيين، يعني وكأنما هم من خارج، حقيقة من خارج العراق، هم لربما يحملون الجنسية العراقية ويتكلمون عربي مثلي ومثلك، لكن هم لا يملكون الضمير ولا يملكون حتى الثقافة العربية، انه النخوة حتى هذه ما موجودة عندهم. المعامل دمرت بالأكمل، إذا أريد نعدد المعامل التي دمرت في العراق، في المحافظات، في الديوانية معمل الإطارات، في الناصرية معمل الكابلات، في الإسكندرية المعامل التصنيعية كلها دمرت، في بيجي انمحى أثر تصفية البترول هناك في بيجي، هذه آلاف من المعامل دمرت بغض النظر عن المعامل الأهلية، المعامل الغير حكومية، يعني حتى في الموصل المعامل الغير حكومية، معامل الألبان غلق لأسباب يعني الأحزاب السياسية المتنفذين في هذا لتفقير المنطقة، هذا موضوع يعني مبرمج عليه. موضوع الدولة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن إيران. أستاذ ضياء، موضوع الدولة أن تسمح لملايين الأطفال بالتوجه إلى سوق العمل وتتم هذه العملية طبعا خارج إطار القانون، هل يهدد مستقبل البلاد أستاذ ضياء؟ بالتأكيد مستقبل البلاد بالوقت الحاضر ضايع مع الأسف. يعني احنا قاعد نتكلم، احنا نتكلم على الطفل عمره 12 و10 سنوات الذي يعمل في 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 الشوارع او يتسول او يعمل بأعمال غير لائقة بهذا العمر. هذا ماذا يعني؟ يعني تدمير الشريحة المجتمع العراقي. المجتمع العراقي بالوقت الحاضر هو مدمر، لا التعليم موجود، لا الدراسات العليا موجودة، لا الجامعات موجودة، لا المدارس موجودة، لا المصانع موجودة. ماذا يعني هذا؟ معنى تدمير بحرفية من قبل هذه الأحزاب ومن قبل أعضاء البرلمان الموجودين. أعضاء البرلمان الجزء لربما واحد أو اثنين من عندهم يعني شرفاء يريدون أن يعملون، ولكن لا يمكن أن يعملون بهذا الجو من الطائفية وهذه الجو، يعني الأحزاب الموجودة كل حزب عنده سجون خاصة به. يعني مو بس وزارة الداخلية والأمن والجيش والشرطة، لا، أكو أحزاب عندها سجون وهذا نعلم فيها، والناس تطالب بأهالي الناس تطالب بهذا الشيء، لكن الحكومة العراقية هي المسؤولة الأول والأخير عن هذه الظاهرة الموجودة. ولكن أستاذ ضياء، ولكن الحكومة تقوم بشن اعتقالات تطال المتسولين سواء في العاصمة بغداد أو المحافظات، تعتقد أن هذا الإجراء سيحل هذه الظاهرة، سيحل هذه المشكلة؟ بالعكس، راح يختلط هذا الطفل وهذا الشاب، راح يختلطون بمجموعة إرهابيين، بمجموعة مجرمين في هذه السجون، وراح يعني يتعلم من عندهم كيف يحتال، كيف يكون مجرم، كيف يكون سارق. ولهذا السبب يعني هذه الحكومة العراقية، أخي إذا في برنامج، يعني في كل العالم حتى في المدن المتحضرة فيها برنامج لإعادة لتأهيل الشباب للعمل، حتى إذا كان يعني غير كافئ للتعليم يعلموه أي مهنة ثانية، وهذه الموجودة البرامج حتى في الدول الأوروبية، أما في العراق غير موجود هذا الشيء، وإنما بالعكس يغلق المصانع ويغلق كل شيء، يغلق المصانع والمدارس وكل شيء يغلقوها، وبعدين يجيبون الناس البسطاء يعتقلوهم ويذبوهم بالسجن أو يخلوهم في سجن الأحداث، وهذه هذه جريمة ترتكب بحق هؤلاء من الجرائم التي ترتكبها الحكومة بحق الناشطين السياسيين أو الناشطين الاجتماعيين في العراق. عبر سكايب من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري، شكرا جزيلا لكم.